عسلامة ومرحبا بكم تفرجوا في بر الأمان بحوث الإعلام. عسلامة مريم. شكرا أنا سعيدة لأنني أشارك بحثي. شكرا على قبولك الدعوة. محمد حدد معكم ومريم هلا ديفيس باش نشارككم في هاللقاء وفي هالحوار. البحث نتاع مريم هلا ديفيس علاش ولدت باحثة؟ كيفاش وصلت للموضوع نتاعها وشنو اللي فاجئها وكيفاش هذا يأثر على المحيط أو الميدان اللي هي تخدم عليه حاليا؟ مريم هلا ديفيس أسئلة كثيرة يعني. وشكرا مرة أخرى على إتاحة الوقت، وهذا شيء مهم برشا لنا في بر الأمان، لأنه فكرة أنه البحوث الأكاديمية كيفاش تنجم تلقى الصدى نتاعها في الفضاء العمومي نقطة مهمة ومهمة جدا. فنبدأ بتقديمك لو سمحت مريم. ولا شكرا على واجب، أنا فرحانة يعني بزاف لي يكون معكم، فشكرا لك. شكرا. البحث نتاعك، فقط لتقديم بعض اللمحات للمتابعين على اليوتيوب شانل، انت حاليا موجوده في كاليفورنيا واسيست بروفيسور في يونيفرسيتي اوف كاليفورنيا سانتا كروز، وتهتم بال انت so you are one of the rare of the few historians in the US اللي بتشتغل على ال contemporary North Africa، يعني على شمال أفريقيا في القرنين الأخيرين. وهناك يعني ربط ما بين الاستعمار الفرنسي، الآثار و الإرث من هذا الاستعمار وتأثيره على الهوية الوطنية. نعم. بمقاربة نقدية للريس. نعم بالضبط. نعم. So, السؤال الأول، ولهنا بطبيعة الحال عن المرونة أنه نجم نستعمله أي لغة اللي نجم أنت تحس فيها روحك، راح نشوف يعني أي لغة. سؤال الأول، كيفاش وصلت للموضوع هذايا؟ كيفاش لقيت روحك تخدم على الموضوع هذايا؟ نعم، فكتابي يعني بس تلخيصة بسرعة، يعني كتابي بعنوان أسواق الحضارة، الإسلام والرأسمالية الإرقي في الجزائر، وإن شاء الله سينشر في الخريف عن متابعة جامعة دوك. وهذا الكتاب يعني دراسة تاريخية عن الصورة النمطية والأحكام المسبقة عن المسلمين، فهذا هو الربط مع الأحد المعاصر. وقد أثرت هذه الأفكار المسبقة على علم الاقتصاد والمخططات. كما تعرف، كثير من المحللين مثل أدوارد سعيد درسوا المستشرقين وتمثلات المسلمين في الأدب والفن الغربي، ولكن في نفس الوقت عادة نعتبر العلم الاقتصادي مجالا موضوعيا أو محيدا، كما أن هذا التيار ليس له أي علاقة مع الأفكار الإرقية. لكن في هذا الكتاب أفسر كيف تبنى المخططون الفرنسيون مبادرات التنموية تتماشى مع أفكارهم المسبقة حول المسلمين، وخاصة قدراتهم على المشاركة في اقتصاد السوق. فهذا هو يعني البحث في 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 جملة يعني. هناك عبارة استعملتها في محاضرة من المحاضرات أو حتى في البحث نتاعك، هي كيف يعني يمر الجزائري بمنطلق يعني فرنسي من المنبر الفرنسي كي بينظر للجزائر، الجزائري كيف يتحول من هومو إسلاميكوس إلى هومو إيكونوميكوس. هذه يعني تعطينا فكرة، ولكن ماذا بيه لو كان تاخذ بعض اللحظات لتوضيح الفكرة هذه. نعم، وعندك الحق، أنا استخدم يعني الجملة هومو إسلاميكوس كثيراً في الكتاب. وحسب المخططين الفرنسيين، الجزائريون يعني التمسوا بقدرية وتخلف في الحقيقة، وفي هذه المعقدات انعكست على سياسة التنمية.
فحتى لو يعني استثمروا مالا كثيرا في البنية التحتية والزراعة والتمويل وخاصة أكيد يعني في قطاع الأوروبي، فقد فهم هؤلاء المخططون التأخر الاقتصادي عند المسلمين على أنهم عجز عن استياب مفاهيم النجاح الاقتصادي، مثل يعني بس لأعطيكم مثال، مثل مفهوم التمويل أو استخدام الأجهزة المتقدمة. فنعم، فأنا أدرس يعني إصلاح الزراعي وتنظيم الأسواق وتوحيد مقاييس المنتجات الزراعية في هذا الكتاب. يعني في البحث اللي أنت قاعدة تقوم فيه منذ سنوات، ومتصورة ذي بدي بالأطروحة الدكتوراه متاعك ويتواصل مع الكتب اللي والكتاب اللي قاعدة إن شاء الله يخرج عن قريب إن شاء الله، ما هو الشيء الذي فاجأك والذي لم تكن تنتظرين فيه؟ يعني على خاطر في حد ذاته موضوعك هو مفاجئ وجريء، ونفكر انه في الأرشيف. اتمنى انا هذا البحث نأكد النقطة هذه يعني كاين فايدة، اتمنى. وبالعكس يعني شخصيا كان ليا وانا نطلع على العمل متاعك مستنسين في بر الأمان منذ سنوات، ونشتغلوا مع الباحثين على بحوثهم من مختلف الميادين، وكانت مفاجأة سارة أنه نكتشف ونقرأ ونطلع ونسمعك على الموضوع هذا. فنشجع المستمعين مرة أخرى، مش نعود نشجعهم في آخر اللقاء، أنهم يكتشفوا ويطلعوا على البحث متاعك. خلينا نرجع للسؤال، شنو هو اللي فاجأك أنت كباحثة في علاقة مباشرة مع الأرشيف أو حتى الميدان أو المحاورين اللي تفاعلت معهم؟ نعم، هذا سؤال جيد. يعني لإنجاز بحثي استفدت من الأرشيف في الجزائر، فرنسا، إيطاليا، إنجلترا، وبالإضافة إلى ذلك أجريت مقابلات مع المخططين في فرنسا وفي الجزائر، فهذا كان تجربة يعني رائعة فعلا. وأنا يعني بالتحديد أدرس خطط كونستانتين، يعني le plan de Constantine. وكما تعرف يعني كثير من المؤرخين لو سمحت مريم فقط للإشارة، لو بلان دو كونستانتين أو مخطط كونستانتين هو وثيقة قدمها نعم بالضبط، أكثر تفاصيل وأكثر دقة. شكرا، أكيد نعم، السياق مهم جدا. هذه الخطة يعني كانت محاولة تشجيع التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي وضعتها الحكومة الفرنسية في 1958. ويعتقد العديد من المؤرخين أن هذه الخطة فشلت لأن الجزائر حصلت على استقلالها في 1962، أكيد يعني هذا معروف. لكني أنا مهتمة بدراسة تطبيق التنمية في سياق الثورة الجزائرية بطريقة أخرى. أنا أدرس كيف حاول المخططون والاقتصاديون أن يكيفوا الخطة الاقتصادية الفرنسية مع الشخصية الإسلامية، فهذا هو يعني السياق مهم جدا، وأركز على هذه الخطة يعني le plan de Constantine وضعتها الحكومة الفرنسية في الفترة الأخيرة من الاستقلال. ماذا كانت المفاجأة الكبرى اللي في هالسنوات من بحث متاعك؟ نتصور منذ عديد من السنوات انك تشتغل على الموضوع هذا، وممكن في بعض الحالات يعني اشياء انه كيف ما يقولوا بالانجليزيه مايند بلوينج، يعني بما معناه او واو هذا الشيء. نعم لازم حاجه يعني مايند بلوينج في البحث دائما. ما هو الشيء اللي ذات بلو يور مايند؟ نعم، يعني ممكن النقطه التي انا اظنها يعني جديده، يعني ينبغي أن أذكر أن يعني هذا الربط بين الدين والاقتصاد بصح يعني استمر إلى الأحد رئيس الأول يعني بدلة الذي تبنى سياسة الاشتراكية الإسلامية بعد الاستقلال. وأنا أظن أن هذا الربط يعني هذا الربط بين الفترة الاستعمارية والفترة الاستقلال مهمة جدا، وهذا يعني أنا كنت مفاجأة يعني بهذا الكشف في الأرشيف. هل صحيح لو أقول أنه خطة كونستانتين
عاشت ما بعد الاستقلال الجزائري رغم أنها فشلت كخطة فرنسية، فإن تم تبنيها كخطة مخضرمة جزائرية في بعض الشيء. نعم، و يعني في الحقيقة هذا التناقض مهم، والتأثيرات هذه الخطة تستمر بعد الاستقلال، على خاطر يعني الحكومة الجزائرية أكيد كانت تحتاج إلى خبرة والمعلومات الاقتصادية، ف يعني بعد الخبرة يعني باقوا في الجزائر بعد الاستقلال، وكثير من الأرشيف يعني تركز على هذا الربط وهذا الاستمرار بين الفترتين. كيف تفاعل الجزائريون اللي اطلعوا على البحث نتاعك مع هذا البحث، هذه الأشياء اللي اكتشفتها في الأرشيف وفي الحوارات etc. يعني في الآن عندما أتكلم عن بحثي؟ نعم، في الحقيقة يعني للأسف أنا ما رحت الجزائر منذ يعني 5 سنين، على خاطر عندي بعض المشاكل مع الفيزا، ولكن بشكل عام أظن أن يعني هناك قليل من الباحث عن الفترة بعد الاستقلال. يعني كثير من الباحثين يعني يتوقفون في 1900 يعني في وقت الاستقلال، وهذا المشكلة، يعني مشكلة الأرشيف أيضا، لأن في الجزائر من الصعب جدا أن نقرأ الأرشيف انت على الحكومة الجزائرية. فنعم، أنا أتمنى عندي بعض الأشياء جديدة، وألقي يعني ألقي أتمنى ألقي ضوء على تاريخ التنمية في الستينات أيضا، ولكن ما زلت يعني أقدم بحثي في الجزائر للأسف. وهذا ممكن سؤال اللي نخدم به، لو كان هناك فكرة أو رسالة تحب أنها تطرح اليوم في الجزائر اللي نعرفوها، في مقاربة الجزائريين أو المجتمع الجزائري لمفهوم الدولة لمفهوم تاريخه، ما هي الفكرة اللي بيودك أنها تكون نجم تفيد الحوار المجتمعي في الجزائر حسب رأيك؟ هذا سؤال صعيب بالصح، ولكن يعني أنا يمكنني أن أتكلم عن بحثي وتحليلي، يعني وهذا ليست نقطة سياسية أكيد، ولكن أنا أظن وأتمنى أن في كتابي يعني كيفاش نقول، يعني أعتقد أنه من المهم أن يشير إلا أن صفة مسلم كانت عندها معنى خاص في النظام الاستعماري الفرنسي في الجزائر، يعني حسب القانون الصادر في 1865، يعني يسمى لسانيتوس كونسولت، الجزائريون يعني حرموا من حق المواطنة الفرنسية على أساس دينهم. فهذا يعني بس باش يعني نفهم طريقة الدراسة، يعني هذا مهم جدا لتوضيح نعم فهمي عن الموضوع وهذا. نعم، نشكرك. نعرف أنه الموضوع ينجم يكون صعيب أنه نتعداه من التاريخ المعاصر إلى الحوار الحيني، ولكن نعم، وأنا مؤرخة فأنا أوافق يعني في الستينات، فهذا يعني مهم أيضا. أنا يعني مش بالطبع. إذا كان فيه أي نقطة إضافية بودك مريم هالة دافيس، نعود نشكرك مرة أخرى على هذه الغوص سريع صحيح ولكن مهم برشا، إذا كان ثم أي نقطة تحب تضيفها تفضل. لا، ما عندي يعني حاجة إضافية، وشكرا لك لهذه الفرصة. هي كانت فرصة شيقة لي أنا شخصيا، ونتمنى أنه باش نقرأ كتابك Markets of Civilization, Islam and Racial Capitalism in Algeria اللي بيخرج عن قريب، بمنشور من Duke University Press.
مش شكرا جزيلا مريم. مريم باش نقوموا بوضع الروابط لبحثك الاتصال بيك في اليوتيوب، وان شاء الله تتوفر المناسبه باش انه نتحدثوا على الكتاب وقت اللي زاد نجم نطلعوا عليه. ومره اخرى يعطيك الصحه. اتمنى لي يسلمك.